فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى هذه العبارة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه؟ أي نعم، إذا ردوه ردوا خطبته فأنت تخطب، أما ما دام ما تدري هل ردوه أو لا فلا تدخل عليه، هذا حقه وقد سبقك فلا تدخل عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.